وما جاء من حديث وهو حديث فاطمة عند الطبراني من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دنت الشمس للغروب ففيها ساعة الاستجابة ليوم الجمعة، فكانت فاطمة تأمر غلاما لها يقال له زيد: فإذا دنت الشمس للغروب إذا بها تدعو. أيضا هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم.